السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بوم تيكو. في حلقة النهاردة هنتكلم، أنا بعزف. السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بوم تيكو. في حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن أفضل 10 قنوات تقنية عربية من وجهة نظري. تمام، ملحوظة، ما تحطش الترتيب ده بعين الاعتبار، لأن الترتيب ده يعتبر من وجهة نظري، لأن أنا بختار على حسب حاجات معينة في دماغي أنا بس، يعني مش بختار بحسب عدد السبسكرايبرز ولا بعدد المشاهدات ولا بالعناوين اللي بتتنشر، لا أنا بختار بحيث حاجات مميزة في دماغي أنا، أنا اللي بحددها. ولكن ال10 قنوات دول هم فعلا أفضل 10 قنوات في الوطن العربي من وجهة نظري. وعشان ما نطولش، كل قناة هتاخد 30 40 ثانية من الفيديو، ونبدأ على طول مع القناة رقم 10، قناة أمني المعلوميات. ناس كتير تقول امني ده عنده 500 الف مشترك او 400 الف وقناه كبيره جدا، ولكن القناه دي فيها مشاكل كتير هو مش واخد باله منها. اولا طريقه الشرح، يعني طبعا ده هو حر في كل اللي يعمله، وهي طريقه شرحه معينه دي فيها نقد كبير، ولكن ما زالت قناه امني المعلومات هي من افضل القنوات في الوطن العربي في المحتوى التقني. ولكن في حاجه بقى انا لازم اتكلم فيها وهنتقدها في معظم القنوات اللي انا هتكلم فيها النهارده، حاجه اللي هو لما يوصل ل 100 الف مشترك او 50 الف مشترك او يوصل للرقم معين من الناس اللي بتحب تشوفه وبيضمن مشاهدات بيبدا ينقل على الاسهل. ايه هو الاسهل؟ هو الهواتف والاندرويد والحاجات دي. اولا هي افضل لان بيتبعت لك هواتف من شركات وفيها فلوس حلوه. تاني حاجه ان انت بتروح للاسهل، بتشرح تطبيقات العاب، بتتكلم في مواصفات هواتف كلها، حاجات على جي اس ام ارينا مثلا او على موبايل هال او اي حاجه من الحاجات دي بتيجي بسهوله، والموضوع كله مش محتاج حد محترف يعني، فالموضوع عادي. معظم القنوات اللي هتكلم عنها النهارده قلبت على الموضوع ده، دي حاجه لما انتقدها في كل القنوات التقنيه اللي انا هتكلم عليها النهارده او معظمها يعني. فالقناه رقم 10 قناه امن المعلومات. قناه امني قناه بدات من سنتين بالظبط وبتتكلم عن المحتوى التقني بشكل عام، او كانت بتتكلم عن المحتوى التقني بشكل عام، لكن دلوقتي بتتكلم عن الهواتف فقط. تمام، القناه دي تعتبر من افضل القنوات اللي بتتكلم عن الهواتف كمواصفات، بيجيب هواتف مش معروفه وبيعرفها للناس، هواتف ممتازه جدا. لو انت عايز كل الكلام ده تابع قناه امني. نيجي عند القناه رقم 9، القناه دي انا تابعتها مؤخرا، قناه التميز للشروحات. كنت فاكرها بقى قناه شروحات وكده، طلعت برضو قناه الهواتف اسمها التميز للشروحات وبتشرح حاجات الهواتف. قناه تعدت النص مليون مشترك، ولكنها قناه ممتازه جدا، بيتكلم فيها طريقه الاسلوب في الكلام طريقه سلسه وبسيطه، وده اللي عجبني في القناه وده اللي خلاني احطها في المرتبه رقم 9، افضل من قناه امن المعلومات بالنسبه لي او من وجهه نظري. القناه دي بدات من 4 سنين وبتنشر في اليوتيوب بقى لها 4 سنين، تخيل مدى الاجتهاد اللي الشخص ده بيعمله. قناه بتتكلم عن الشروحات والاندرويد والاي او اس، نفس اللي بتعمله برده قناه امني، وبيعمل ريفيوينج للهواتف وكل الكلام ده. في حاجه بقى عايز اتكلم برده عليها، معلش، في موضوع الريفيورز بتوع الهواتف دول. يا جماعه انا ما بعتبرهمش تقنيين، الريفيورز اللي بيعملوا مراجعات الهواتف وبيتكلموا عن الهواتف بس. تمام، يعني قناة أمني قناة التميز والحاجات دي بتتكلم عن الهواتف ولكن شروحات للهواتف، لكن قناة مثلا يحيى رضوان أو يوسف عاطف، الناس دي أنا بحبها جدا، ولكن الناس دي بتتكلم عن الريفيورز، هم ريفيورز الهواتف بيتكلموا عن الهواتف بس، مواصفات الهواتف ايه الافضل وكده. دول ممكن نتكلم عليهم كافضل 10 ريفيورز في الوطن العربي. ممكن نتكلم عن فيديو زي ده، لو عجبك اعمل لايك للفيديو ده وان شاء الله ننزل الحلقه دي. فقناة التميز تعتبر من أفضل القنوات اللي بتتكلم في المحتوى التقني. ونخش على القناة رقم 8. القناة رقم 8 هي حوحو المعلوميات. محدش يستغرب، هي فعلا تستاهل القناة رقم 10 أصلا، ولكن أنا بحطها في المرتبة رقم 8. طبعا القناة ممتازة وكل حاجة، ولكن كعناوين كذابة أو مضللة مش دايما يعني بس معظمها، ولكن هي تعتبر من أفضل القنوات اللي أنت أكيد استفدت منها، حتى لو كان بيكذب في معظم العناوين، ولكن أنت أكيد استفدت منها، أنا متأكد أنت أكيد استفدت منها. فدي القناه رقم 8. طبعا حوحو، من فينا ما يعرفش حوحو، بدا من زمان جدا، من 2012 تقريبا او من 4 سنين او اكتر من 4 سنين، ممكن 5 سنين، ودي تعتبر مش القناه الاولى بتاعته، دي القناه الثانيه، وقناه ممتازه جدا طبعا وفيها اكتر من 2 مليون سبسكرايبر، وتعتبر اكبر قناه في الوطن العربي تقنيه فيها عدد مشتركين وعدد مشاهدات، ولكن برضه انا بحطها في المرتبه رقم 8 وده لاسباب خاصه بي انا. القناه رقم 7 هي قناه المحترف. قناة المحترف أفضل قناة بالنسبة لي في حاجات معينة، كأسلوب كلام، كتحفيز للإنسان اللي بيتكلم اللي هو أمين رغيب أو راغب أمين، كالناس بتقول كده وكده. المهم أسلوبه في الكلام ده لوحده ده يعني ممكن تعمله سبسكرايب لوحده من غير ما تستفيد حتى من المعلومات اللي بيقولها، ولكن كشخص بتستفيد منه فهو من أفضل من حوحه من وجهة نظري برضو، إن أنا بستفيد منه أكتر، وبيتكلم على الاقل في حاجات كتير ما بتخصش الاندرويد دايما. ساعات المحترف بيتكلم عن الاندرويد وعن الاي او اس وعن حاجات معينه، لكن على الاقل ما بينشرش تطبيقات وما بينشرش حاجات مش هقول تافهه، ولكن يعني تعتبر حاجات ملهاش لازمه بالنسبه لي كمحتوى تقني. تمام،
فعلا المحتوى التقني بتاع المحترف هو مثال المحتوى التقني اللي انا عايزه، اللي انا عايز القنوات العربية تكون بتمشي معاه نفس المحتوى ده. والقناة رقم 6 عناكب، تعتبر من القنوات المجنونة فعلا، قناة أجنبية بذوق عربي، تعتبر من القنوات المجنونة جدا. شخص رهيب بيتكلم عن حاجات مجنونة فعلا، تقني، بيتكلم عن شوف الشيء اسود، وصلني شيء اسود يتحرك، وصلني كذا مش عارف ايه، تيشيرت لا يتسخ، حاجات مجنونة جدا بيعملها. شخص يعني ادعوك جدا انك تتابع الشخص ده، بصراحة رهيب جدا، ودي تعتبر من افضل القنوات اللي انا تابعتها في حياتي، وما بندمش على دقيقة بضيعها في القناة دي. قناة عناكب بتتخطى ال 600 الف مشترك دلوقتي، وهتوصل ل 700 الف كمان فترة بسيطة جدا، يعني يديها كام مثلا اسبوع مثلا وتوصل ل 700 الف مشترك، فتعتبر من افضل القنوات اللي انا شفتها لحد دلوقتي في المحتوى التقني. والقناة رقم 5 هي ذا بريكنج وولف، بحب جدا القناة دي بسبب حاجات كتير. انها اولا بتتكلم في روح الانترنت في اوقات كتير، بتتكلم في روح الانترنت. تاني حاجة بتتكلم في اليوتيوب في اوقات كتير، فدول المجالات بتاعتي اللي انا بحب اتكلم فيها، فعشان كده انا بميل للقناة دي اكتر من القنوات اللي فاتت. ولكن ما زالت برضو ان القناة دي من افضل القنوات اللي بتتكلم في المحتوى التقني باسلوب خاص بها هي، وتعتبر قناة مميزة جدا في المحتوى التقني. دايما بدعو الناس لانهم يشوفوا حلقات للشخص ده، ودايما لما حد يقول لي على معلومة مش موجود في قناتي دايما ببعتهم للشخص ده يدوروا في قناته على المعلومة اللي هم عايزينها، لانها تعتبر موسوعة فيديوهات كتير جدا عن المحتوى التقني بالذات في اليوتيوب وروح الانترنت. قناة ممتازة جدا طبعا، مين ما يعرفش قناة ذا بريكنج وولف، تعتبر من أفضل القنوات اللي بتتكلم في المجالات دي بالذات، وبرده مجال الفوتوشوب هو متميز جدا فيه، وده برده اللي خلاني أتابع القناة دي من فترة كبيرة جدا. والقناة رقم 4 هي المنافس الكبير جدا للمحترف وحوهو، القناة هي مشروح، هو التالت بتاعهم مشروح، عنده 700 ألف مشترك في الوقت الحالي، وهي طبعا قناتين ولكن القناة الكبيرة هي عنده 700 ألف مشترك، وده اللي بتكلم عليها النهاردة. تعتبر من افضل القنوات اللي بتتكلم في نفس المحتوى اللي بيعمله حوحو، بيتكلم في برضه تطبيقات اندرويد، بيتكلم في حاجات برضه زي المحترف، هو يعتبر خليط بين حوحو والمحترف، بيتكلم في محتوى تقني زي المحترف، وبيتكلم برضه في اندرويد وتطبيقات وحاجات زي كده، واي او اس برضه زي حوحو. لو عايز انت خليط بين المحترف وحوحو في قناه واحده، فاتجه دايما لقناه مشروح. ولكن ملحوظه، لو في ترند ظهر فهتلاقيه على 3 قنوات، مستحيل في قناه منهم تسقط الترند. مثلا ترند ثغره الدبليو بي اي 2 اللي اتعملت دي، خوخو نزلها، المحترف نزلها، مشروح نزلها، كله نزلها. فلو في اي حاجه جديده فال3 قنوات دول هم اول ناس هينزلوا الحاجات دي. في المرتبه الثالثه وده العشق، احمد الجرنوسي، يعني بصراحه الشخص ده انا بحب فيديوهاته جدا، انا بستمتع جدا وانا بتفرج على احمد الجرنوسي باي شكل من الاشكال، فيديو حتى لو مش هاممني بحب اتفرج على الجرنوسي وهو بيتكلم، بحب اتفرج على الجرنوسي وهو بيشرح. الجرنوسي يعتبر من افضل الشخصيات اللي انا شفتها في حياتي على الانترنت، انا طبعا ما شفتوش في الحقيقه، ولكن يعتبر من افضل الشخصيات اللي شفتها في حياتي على الانترنت بيتكلم، او طريقه الكلام واسلوبه في الشرح من افضل الاساليب اللي انا شفتها في حياتي بصراحه، ما ببالغش. تابع الجرنوسي، اتفرج عليه، هتفهم اللي انا بقوله كويس. انا ما تابعتش جرنوسي من زمان جدا، ولكن انا تابعته مؤخرا من شهر تقريبا، ولكن ندمت ان انا ما كنتش بتابع جرنوسي، دايما بشوف فيديوهاته في الفيديوهات المقترحه عندي ولكن عمري ما اتفرجت عليها. ولكن لما بدات اتفرج على جرنوسي ندمت جدا ان انا ما اشتركتش في قناته من زمان، تعتبر من افضل القنوات اللي انا شفتها في حياتي في المحتوى التقني، قناه احمد الجرنوسي. طبعا بتكلم في المحتوى التقني اللي انا بحبه بقى، التقني بتاع المحترف اللي هو بيتكلم في برامج سوفت وير هارد وير، بيراجع حاجات برضو بس مش كتير زي الباقي، بيعمل حاجات كتيره جدا، هتحب القناه دي جدا زي ما ناس كتير بتحب القناه دي. دلوقتي هي تخطت ال 100 او ال 150 الف مشترك، وهتوصل ان شاء الله ل 200 الف مشترك قريب. والقناه رقم 2 ده برضو العشق، هي ماتريكس 219. نقف بقى هنا شويه، ماتريكس 219 عدى ال 100 الف مشترك، او بيعدي ال 100 الف مشترك زي ما انا عداها دلوقتي، ولكن المهم ان القناه دي هي افضل قناه شفتها في حياتي لحد دلوقتي، افضل قناه، هي فعلا افضل قناه بالنسبه لنا، هي افضل قناه. بتتكلم في الاختراق، بتتكلم في امن المعلومات، بتتكلم في اقول ايه، بتتكلم في حاجات كتيره جدا، يعني بتتكلم في كل حاجه، ولكن برضو ده محتوى تقني تقني زي المحترف زي الجرنوسي، تمام، مش زي الناس التانية بتشرح تطبيقات وكده، ده ما يعتبرش محتوى تقني، لكن المحتوى التقني اللي بجد هو في ماتريكس 219. مش هتخرج من القناه دي من غير ما تستفاد. فعلا انت هتخش القناه دي دلوقتي ان شاء الله بعد الفيديو، تخش القناه دي اتفرج كده على اي فيديو من الفيديوهات، هتطلع باستفاده كبيره جدا. فعلا قناه موسوعه فيديوهات كتير جدا عن التقنيه. افضل قناه بالنسبه لي بصراحه، وافضل اسلوب كلام وافضل اسلوب تحفيزي هو اللي خلاني ابدا يوتيوب، فهي تعتبر افضل قناه وليها معزه كبيره جدا في قلبي. ولكن القناه رقم 1 هي
up to date، لان هي فعلا تستحق انها تكون افضل قناه في الوطن العربي في المحتوى التقني. قناه بتتكلم عن الهواتف، بتتكلم حاجات كتير، لكن هي برضو قناه تقنيه بالمعنى التقني اللي انا اقصده. هي تعتبر افضل قنوات في الوطن العربي، او هي تعتبر افضل قناه في الوطن العربي بالنسبه لي، من حيث اسلوب الكلام، من حيث حاجات برضو انا اللي بحددها في دماغي، ولكن تعتبر قناه فيها 1,200,000 مشترك، تعتبر من افضل القنوات فعلا في الوطن العربي. من حيث فيصل السيف صاحب القناه فعلا شخص رهيب جدا، من انت بتتفرج على القناة هتضحك لوحدك برضو من اسلوبه في الشرح، وبتكلم طبعا في المجال التقني زي مثلا في الهواتف، برضو بتكلم في مراجعات هواتف، بتكلم عن حاجات معينة زي مثلا قناته شبيهة جدا بقناة اندرويد باشا مثلا، ولكن هو متعمق اكتر في الموضوع، بتكلم في المحتوى التقني بشكل كبير. وطبعا القناة رقم 0 هي قناة مستر بومتك، ما تنساش بقى تشترك في القناة عشان ما يفوتكش اي حلقة جديدة. اتمنى اكونش طولت عليكم، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي، سلام. Take a body's high.